هاي ماميز، كيفنا اليوم؟ طول ما انكم شفتوني على طاولة المطبخ يعني في شي ارت بده ينعمل، في شي كركبة بده ينعمل، في اختراع. من اول رمضان وانا عم قله لعلي اذا عدت عائل بكل رمضان وسمع الكلام وكان شاطر وصام بين ما ياكل وياكل، صام يعني ابو نص ساعة، حاعمل له جفت كبيرة. وصرت جمع اللفت اوفر تاع الكراتين تاع الجاطات، يعني كل ما لاقي شيء خرج اني انا خبيه خبيته. قلت له بدي اعمل لك روبوت كبير، اوكي، او انسان آلي يعني يكون كبير. كيف بدي اعمله؟ صدقوني صدقوني ما عندي ادنى فكره. يعني انا جمعت كراتين، بس كيف بدي اركب الكراتين على بعضها لحتى يطلع معي؟ هلأ حجرب أنا وياكم، منركب الكراتين على بعضها، منركب الأغراض. أصلاً هيدول ما بعرف ليه مخليتهم عندي، شوفوا كنت حاططهم على البرندة، ما عندي أدنى فكرة، بس بعرف إنه أنا خليت هيدي عشان أعمل إجرين. هيدا يعني هيدا الفكرة الوحيدة اللي عندي. حنقعد نفكر نخترع مع بعض، وبما إنه بكرة العيد ومنعيد. عندكم غنية أنتو ببلادكم؟ مثل عنا بلبنان احنا عنا غنية للعيد من عيد، يعني ما فينا نقول بكره نعيد ما نغني الغنية، يعني مثل النشيد الوطني لازم نغني بكره العيد ومن عيد ونكسر اجي تسع عيد والاجي ما فيها فلوس وسعيد تعروس، اوكي، وسعيد ناطر طفران. يعني لازم نغنيها، ما بصير ما بصير، وغنية بلا طعمة ابدا يعني ما لها معنى، بس بدها تتغنى بالعيد. خلونا نبلش مع بعض. حاعمل تايم لابس اكيد، لاني اذا بدي افكر انا وياكم وتتركب راحت علينا سنه انا وعم حضر. حاعمل تايم لابس وبرجع بعمل فويس اوفر بفسر لكم شو كنت عم فكر او شو فكرت او شيء. خلونا نبلش مع بعض، وقبل ما نبلش ما تنسوا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للشانل وترنوا على زر الجرس، وخلونا ننطلق مع بعض ونركب الروبوت ونعمله سربرايز لعلوشي. انا مسكرة باب المطبخ عشان ما يشوف علوشي شو عم نعمل. خلونا ننطلق. لين وقفت عملت لي هيك، ولان لوني اكيد معي عم بتساعدني، سوري لان لوني. ولين معي عم بتساعدني. يلا نعمل السربرايز وانت فتات. I know you're making the robot. ايه؟ كيف يعني؟ كيف يعني؟ كيف يعني؟ ما انا قلت لك ما تجي على الكيتشن. I know you're making the robot. والله انت كليفر. ايه. شو عرفك I'm making the robot؟ قلت لك عم بعمل سربرايز انا، ما قلت لك عم بعمل روبوت. Yes, but you are making the robot. I see. Jump. You see junk. طيب خلاص، بس انت يلا go outside عشان ما تشوف كيف حيطلع الروبوت surprise. ما بيقدر، ما في ما في. حشور حشور حشور. طلع معي الشكل، اوكي، الله هدانا وطلع معي الشكل. حنلفه بالسانيتا لانه فرجيتكم، ما بعرف اذا ببين معكم كيف شكله للروبوت، طبعا عن بنترست ان شاء الله يزبط قريب منه، يعني ما ضروري يزبط هو ذاته. هاي وهاي. طلعت لي يلين. هلا انا بالغراض اللي عندي يعني بشوفه كيف شكله، شفته؟ اوكي، يعني ما مثله بس انه قريب له. حنعمل اوكي. رح لف القطع بالسانيتا قبل ما نركبه على بعض، اوكي، وبعدين بنروح بنركبه 1 باي 1 1 باي 1، اوكي. يلا حننطلق ونرجع للتايم لابس ونشوف. لزقت البلو، شوفوا لزقت على ايدي. هلا اذا بدي شيلها، اي 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 شو بتزيق، بتشيل الجلده معه يعني، وبيعلمه انا
نوع الجلد عندي بيعلم، يعني كل ما احرق بالجلو جان خلص عوضناكم السلامة، بيعلم ما بيعود يروح يعني. يلا مش بعرفني صرت حرقة ايدي 3 مرات لهلا، خلونا نكمل. رجعنا بعد التايم لابس، عملنا الوجه، عم نحضر الوجه، عملنا له هيدول قرون الاستشعار، وهي عملنا من اغطيتهم عملنا العيون وحطينا هول من غطى ادوية التنظيف. هيدي علبة ماجي شوربة غلفناها، هيدي ليبتون تي، فرجيني هيدي شوي لونة مثل هاي، هي زيتها بس قصيتها صغرتها، هدول بدنا نعملهم الدينين، عم تلفهم لونة. وحنخلص الوجه بعدين بنجي للنص بعدين لتحت، هيك بنمشي من فوق لتحت بالتدريج علشان ما نضيع ونخبص. وبساعة الساعة يعني عيون، شو بدنا نعمل عيون؟ هيك طلعنا حوالينا هي الأغطية، يلا خلونا نجيبهم. يعني عم نخترع بوقتها. هيدول يعني هيدول هلا طلعوا معي، انا عم لف سانيتا شفتوني فردت يعني، وصو يعني شوي شوي عم يطلع معنا وعم بصير شكله روبوت، مع انه علوشي كمشنا نحن وعم نعمل السربرايز، بس ما عرف شو شكله، حيكون شكله هو السربرايز. يلا خلونا نكمل. هيك لين بدها تعمله مجعلك، معلمة الارت معلمتهم بالمدرسة، انه صراحة كتير حبيت المجعلك، قلت يا ريتني ما عملت مالس، قلت لها بدي اجرب مالس ومجعلك وبقرر بعدين. قال بالعرض ولا بالطول؟ شيلي الايدين لين، حطي بالطول، هيدا بالطول شوفوا. على فكرة يعني ما بعرف قد ايه حتصير الساعة، في فطار وما فطار، بس بالطول بالطول. بعدين كيف بدنا نحط الاجرين اذا حطيناه بالطول؟ لا بالعرض عشان نقدر نحط الاجرين، او ما حينحط الاجرين، كتير عاجبني من فوق، ما عجبتني هيدي القطعة، ما عاجبتني. اي هاي؟ لا القطعة اللي انا عملتها هيدي، قالي منا مجعلكة، ما عجبتني. ما بعرف اذا بقدر اعمل بلاها، بس ما بتزبط بلاها، لانه بدنا شي يمسك الاجرين، يعني ما في صدر اجرين. مسك الاجرين شوي لين هيدولي. هيدولي؟ ايه بليز، حطي. عم فرجيكم كيف يعني بنقعد نفكر، يعني شايفه كيف صدر اجرين ما حلو، بس حطي هيديك القطعه، حطي هيديك القطعه بالطول بالعرض وات ايفر بديك، بس انا بفضل بالعرض، ححطها بالعرض. عم فكر شيء نشيل هيدي ونشيل هدول ونرجع نلفها. يهدر السنيف تماما، هلا ماشي الحال يعني، ما حناخد عليها جائزه نوبل للسلامه يعني. عليها ايه، بعتقد هيك الاجرين اضبط من دغري، على القليل في شيء اكيد هيدي بالقلب حاطط طنين. يلا اقتنعت، خلينا نرجع نكمل.
اكثر. كثير حلو على فكره، كثير حلو. وهيدا الخط الاورنج اللي اخر شيء اخترعناه كان فيري نايس. عم فكر حط خطين اورنج هالميل. المهم هيدا هو. هلا علي صحيح فتو مثل ما شفته قبل، انه شاف انه عم نعمل له روبوت، بس بعد ما شال الشكل. سو رح فرجيكم اياه قبل ما يجي علي. بقى هيدا كان تجميعة رمضان وكادو العيد. لانه ما في حجر صحي، ما في كادويات. بقى عملت له اياه كادو للعيد، ولانه قعد عائل كل رمضان. خلينا نشوف علوشي والرياكشن تاعه. Close your eyes. أمولي are you ready? Close your eyes. One, two, three. Open your eyes. أصلا ما فيكم تشوفوا شيء لأنه نحن مسكرينه. No. Open. Shoo. You can't play with it. You like it? You like it, أمولي? You like it, يا هادي? It's nice. حبيته يا علي؟ He looks like a real robot. ما قلت like a real robot. ايه what will it look like? شايف صحيح ما فينا نظهر علشان نجيب العاب وغراض للعيد، نحن بنقدر نعملهم عادي ما بيأثر. بتعرف انه هيدي it can be opened and you will put it back. هيدي البلو. هيدي؟ ايه. This. Open it. You can put it back. هيدا سر. سر بقلب الروبوت. What is it? Secret. شو رأيك يا علوشي؟ You like it? He's your best friend. شو بدنا نسميه؟ Robot man. Robot man. اوكي يلا. وهلا بنهاية هيدا الفيديو، ما تنسوا إذا حبيتوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للشانل، وما تنسوا تضغطوا زر الجرس يوصلكم كل النوتيفيكيشن. عم حاول نزل كل يوم او يوم ايه يوم لا حسب الظروف، بس اللايك بخلي فيديوهاتي يبينوا لغير ناس، مشان هيك اللايك كتير مهم ليطلعوا فيديوهاتي. وهلا مثل العاده بحب لكم ميرسي. اي اورفر.